كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. اللهم آمين. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ألا دور مين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن أبو بكر الشرير. شو بدي أقرأ؟ هيا يلا. هيا يلا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير، هل من خالق من، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أحسنت أحسنت أحسن الله إليك. والآن نقدم لكم فضيلة الشيخ أبو بكر الشاطري ومحمد بن عبد الوهاب حفظهم الله. ها؟ هلا مولانا مولانا وين مولانا؟ أما متوضى. متوضى مولانا؟ ما شاء الله عنه شو ورق. أنا خلصت أيام الليلة لو كنا خلصنا التراويح. أنا جاي من قرآن سيدنا محمد. أليس كذلك يا أبابك؟ الكتاب المقدس والله. حتى مع الكفار. عشان نطلع أخطاء الكفار. أحسنت أحسنت. حتى إذا حشوك بشيء طلعنا كتاب من كتاب حراسة التوحيد. هذا لمين؟ مين كتبه؟ ابن عثيمين؟ استنى هو ملك عبد الله عبد الرحمن ماشي الجبري. مع عبد الرحمن الجبرين والجبرين ما الجيه. أقرأ أنا أجاب حاضر. ما بعرف أقرأ من هذا الكتاب. استنى يا أخي نجيب لك واحد. أنا ما بعرف أقرأ من هذا بس بعرف. أنا بعرف أقرأ قرآن وك على حين قرأته. لكن مقصدك هذا بدون فتح وضم صح؟ بدون حركات. أخي ما يعرف يقرأ منيح بده يهجي، لازم يعني تعطيه وقت يهجي. أنا بس بقرأ بس عندي أخطاء. اقرأ لنشوف. استنى. العهد الجديد. هذا حلو هذا الكتاب. ها؟
هاد كمان ترى، هاد كمان بس مشوخ. من الأول، من أول الكتاب. هذا هو. واحد تاني قال لي مقدم. إنجيل. إنجيل. طبعا الكفار وهذا. لوفا. لمين لوفا؟ إنجيل لوفا. إنجيل. إيه لوفا كان وحي إلى القدسي لوقا. لوقا. هذا كمان منيح نقرأه. عشان كمان واحد تاني. أحسن. لا تعرف ليش الإنسان بيطلع لهون بيتعلم اللغة مثلاً؟ هلا أنتوا عندكم تعلموا إنجليزي ليش؟ عشان نعرف نحكي مع بعض نتصرف. أيوة كذلك الأمر، بدك تعرف الدين التيمي حتى تعرف تجاوب عليه. شو قصدك؟ هيك أنتوا بتعرفوا ليش الشيخ ذاكر نايك؟ ذاكر نايك، سمعت منه. إيه هذا بيحاور الصليبيين النصارى. بدي احضره على اليوتيوب. ابي بيحضره. عنده شغلات حلوه كثير. ليك انا صنعت هذا القران. وانا صغير كثير. شو مرسوم على الكعبه؟ انا حطيت له هاي الجلد عليه. والله ما شاء الله حلو. بس كمان نزعت كل. نعم؟ تقدر تقرا منه؟ أدري راسي. لا راسك اكبر. لا واحد ثلاثة أربعة. سؤالكم سؤال. القرآن اللي كان القرآن بركته زيتية. نعم. القرآن البركة تبعته زيتية. زيادة يعني؟ البركة تبعته. إيه؟ مثلا أنت تشيل القرآن تبوسه تحطه. بيمشي حاله بركه. لا ما بيمشي حاله. ايوه يعني هاي زياده صح. ايه جميل. انا محمد ده عمرك انت 12. ابو بكر او بكر اسمه عبد الرحمن ولا عبد الوهاب؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ده عمرك عبد الرحمن؟ انا عمري هلا 10 6 ل 10. هذا عمرك ولا سنك؟ عمري هذا فت بالعشرة. أنا هلا 9 بس فت بالعشرة. العمر مدة من الزمن أما السن ما عم أنت هي محتاج عم تسمع أبوك شو عم يحكي عم تلهيه بس ما عم تسمع الدروس صح؟ نعم. ما عم تسمع الدروس تبعون أبوك؟ بلا بسمع. كيف عم تعرف شو فرق بين العمر والسن؟ ايوه السن هو مثل سنة كم سنة يعني؟ ايوه صحيح. والعمر؟ العمر ايجابي. السلام عليكم مولانا. هذا قولها.